بأحلى تعابير الكلام وإكسير الحب والود والاحترام لمتابعي قناة وفيديوهات الكرام، أحلى سلام في فيديو جديد متجدد نسلط فيه الضوء على أحسن لاعب عربي وإفريقي وجزائري لكل الأوقات بألقابه الخمسة بالبريمير ليج وكأس رابطة أبطال الأوروبية وكأس إفريقيا للأمم والأعظم والأكبر، والتي تلخص مخ وعصب ونخاع كرة القدم. قيادته للايستر سيتي المغمور للتتويج بالبريمير ليج في لقطة تدعو للخيال والمعجزة، محرز ومنذ انتقاله للدوري السعودي تراه يلعب بعنوان محرز وكيسي والتسع شجرات، حارس مرمى فقد للوعي وبوصلته الكروية خارج الخدمة، وقلب هجوم مفقود بعنوان الحاضر الغائب، وظهير أيسر استعراضي يضيع على فريقه الكثير من الكرات من الوهلة الأولى تظنه أنها شبح ستيرلينج ومن يلعب في جسد ماكسيمان واليمر لمحرز. دفاع هش وضعيف بعنوان مرحبا بالجميع للتسجيل، غياب محور الدفاع قوي ولاعب وسط ميدان ارتكازي ما عدا العجي كوديفوار كيسي، الكل يغرج خارج الصرب، ويبقى محرز المعلم في كل المباريات أكثرهم إسهاما في الأهداف النادي بثلاث أهداف وأربع تمريرات حاسمة، وأكثر لاعب صناعة للفرص بسبعة وعشرون فرصة من بينها ست فرص ضد نادي التعاون وخمس فرص ضد نادي النصر الكبير. محرز وبالرغم من عدم وصوله للجاهزية القصوى إلا أنه يقوم بكل شيء، والغريب والأمر خروج بعض المحللين واللاعبين السعوديين القدامى ينتقدونه بسبب كونه جزائري عربي غيرة وحسدا، ويظنون أن كل مسيرتهم لا تأتي في ترويض واحد للكرة من قبل ساحرنا. في نظر رياض محرز لا يأخذ الثناء والاستحقاق المستحق من قبل المتابعين والملاحظين والمحللين والإعلاميين السعوديين بسبب التعصب الكبير في الإعلام الرياضي السعودي، ويبقى محرز اللاعب رقم واحد وأفضل لاعب في تاريخ الجزائر والعرب وإفريقيا وأحد عمالقة وأساطير المستديرة في العالم، حب من أحب وكره من كره، رقم 26 تحيا محرز ابن بلد الجزائر.